طلاب وطلبات الصف الاول الثانوي. Hello everybody, welcome back again. English in another shape with teacher وحيد. طلاب الصف الاول الثانوي ميجا جول 1.2 الترم الثاني يا طلابنا الاعزاء وطالباتنا الاعزاء الافاضل. صفحه 34 الوحده الثالثه قواعد الوحده الثالثه الجرامر. طبعا الفيديو الباوربوينت الرائع ده من ابداع زميلنا المبدع الاستاذ يوسف الحسين، الله يعزه يا رب ويكرمه، استاذ يوسف اليزيدي عفوا. هنقول بسم الله. He listened to the radio in the car. Listen to، لو تلاحظوا الفعل listen اللي بالأخضر يجي بعده حرف الجر to. Apologized to، اعتذر إلى. Dreamed of، لو تلاحظوا شوفوا الأفعال دي listen to، apologized to، dream of يحلم بي. Okay. Interested in، مهتم فيه. هذه بيسموها preposition زائد gerund. لاحظوا ان جاء بعد حروف الجر دي كلها ايش؟ مثلا في حاجات ing زي هنا becoming studying، واحيانا يجي مفعول به. تعالوا مع بعض نشوف القاعده نفهمها بشويش. الجيرنت حاجه اسمها فعل اخره ing، احفظوا الكلمه دي كويس جدا وهتمشي معاكم لين الجامعه. جيرنت، جيرنت معناها الفيرب ابو ing. مره الموضوع ما هو صعب يعني، جيرنت يعني الفعل ايش؟ ابو ing. تمام. ودايما بيجي قبله حرف جر زي كده، شوفوا المنظر، حروف الجر تحفظوها بالعليكم. دريم يحلم، اباوت اسك اباوت، يبقى اباوت عندك دريم واسك، تحفظهم، تحفظ الجدول ده زي اسمك. دريم يجي حرف الجر اباوت، يحلم بي، اسك اباوت يسأل عن. اجينست يعني ضد، ديسايد اجينست يعني يصوت ضده، يعني ضده في القرار. ابولوجايز فور يعتذر لي، ابولوجايز يعني يعتذر. succeed in ينجح في، ها dream of يحلم بي، think of يفكر في، insist on يصر على. apologize تنفع تو، يبقى apologize ليها حرفين جر، لو تلاحظوا apologize، apologize for و apologize to برضو. okay اهو. Look forward to، يتطلع إلى أو يتشوق إلى، الجدول ده احفظه زي اسمك. طيب صفحة في كتاب النشاط، في عندك صفحة 98 في كتاب النشاط، هنا يقول لك حط about ولا against ولا for ولا إيش. هنا dream of أو about. طب هنا أو لو تلاحظ أهو، ركز معايا apologize for، هكبر الشاشة بعد ما أخلص. Look forward to، هذه خلاص عرفته صفحة كام؟ 98 في كتاب النشاط. insist on كلها حروف جر، لو تلاحظوا هنا يا شباب. dream اهو، dream of او about، apologize for، look forward to، think of، tired of متعب من، succeed in ينجح، ask about يسأل عن. هنا insist on يصر على، apologize to for كذا، forgetting to ال ing، forward to، decide against، ask about، تحفظ الحاجات دي مهمة. تمام. يبقى جيرند عادة اللي هو بيجي اخره ان جي ويكون جاب له حرف جر. نكمل حروف الجر. about excited about، متحمس حيال امر ما. angry about، غاضب من شيء ما. happy about، سعيد لشيء ما. tired of، متعب من. proud of، فخور بي. capable of، capable of، capable of يعني قادر على. good at، angry at. نروح لكتاب النشاط صفحة 98 مرة تانية. exercise E، حط about أو of أو to، used to، تعود على. tired of، متعب من. excited about، مهتم فيه أو متحمس حيال أمر ما. capable of، capable of يعني قادر على، capable of. okay. شوفوا القاعدة الجميلة دي. although معناها على الرغم من. Although he studied hard، على الرغم انه درس بجد، he failed رسب. طيب نكمل. Even though she ran، على الرغم من هو جرى بسرعة، she lost، she lost يعني رسبت في الاختبار او في السباق. In spite of، على الرغم من الألم، pain اهو pain، he completed the marathon، اكمل الماراثون. He plays basketball in spite of، على الرغم من انه. قاعدة although even though و in spite of، التلاتة معناهم بالرغم من، كل واحدة ليها شكل.
مهم جدا تخلي بالك. although و even though قاعدتهم واحدة، بيجي بعدهم فاعل وفعل، يعني جملة كاملة، subject زائد verb. أما in spite of بيجي بعدها اسم أو ضمير أو الجيرند أبو أي نجي، ثلاث حاجات ينفعوا يجي بعدها. طيب شوف كتاب النشاط صفحة 99، هنا في فاعل وفعل يبقى although، هنا studying يبقى in spite of، the rain in spite of لأنها اسم، he bought فاعل وفعل يبقى although، ها she didn't although برضو، his broken leg يبقى in spite of لأنها اسم، اسم أو ضمير أو ing، he got up although، he emailed although. وضحت يا شباب؟ كلها معناها على الرغم من، بس أهم حاجة شكل القاعدة مختلف، ركز كويس جدا جدا. شوف القاعدة الجميلة دي، when يقول لك she will turn off the lights when she leaves، لو تلاحظ جاء قبل when مستقبل وبعدها present simple، و as soon as على الرغم من أو بمجرد أن، as soon as معناها بمجرد أن، جاء قبلها future مستقبل وبعدها present، يبقى as soon as و when بيجي بعدها فاعل زائد present verb. أخذنا so that، so ذات جدا لدرجة أن، سو so بيجي بعدها الصفة وذات بعدها كان أو كود على حسب الجملة مضارع أو ماضي، سو دارك ذات هي كود، قلنا كود عشان بدأت بواز، شفتوا سو so ذات صفة ويجي بعدها الإكسبريس ريزولت النتيجة، سو so ذات ميني أو ماتش أو فيو أو ليتل تنفع، يجي بعدها الديجري الدرجة، سو so ذات جدا لدرجة أن، معنى القاعدة كده. تعالوا نشوف في كتاب الطالب، عايز although ولا in spite of؟ هير بيزي in spite of، ستيف هاد although فاعل وفعل، ها شفتوا سهل ازاي؟ في حلها مره سهله، شوف الفاعل ولا الفعل ولا صفه ولا اسم اهو زي ما انت شايفه. تمام؟ طيب نروح لكتاب الطالب صفحه 35، هنا القطعه اللي على التليجراف، ذا تليجراف سيستم، اول واحده بات لكن، الثانيه ديورينج معناها اثناء، in spite of هذه الفراغات اللي جوا، بالرغم من، although على الرغم من، as soon as بمجرد أن، because لأن، أهي يا جماعة كبشروها عشان تحلوها. هذه الوحدة الثالثة unit 3، match sentence كمل الجمل، أنصاف الجمل، جملة ونصفها، جملة ونصفها، أوكي تمام. هنا exercise دي يقول لك أكمل الجمل، يعني حط اي جيرند من عندك على المهم يكون معنى الجملة صحيح، يعني جيرند يعني حاجة اخيرة اي نجي بس يكون معنى الجملة صحيح. هاي الحل تاعي، interested in studying، excited about going، thinking of studying، وهكذا. واضحة يا شباب؟ سهلة ان شاء الله ما فيها شيء. وبكده اعتقد نكون خلصنا قواعد الوحدة الثالثة الجزء الاول، باقي لنا meaning form and function، ان شاء الله باذن الله هنكمله مع بعض الحصة القادمة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.